النهاردة عايزة أحكي لكم حكاية جميلة جداً، حكاية بنت عمرها 5 سنين كانت كل لما تشوف الولاد بيلعبوا كرة في الشارع تبقى هتتجن تنزل تلعب معاهم، وطبعاً ككل الأسر المصرية تيجي ماما تقوم جايباها من قفاها علشان ما يصحش البنات يلعبوا كرة في الشارع، فكان أهلها بيرفضوا إن هي تنزل تلعب مع الولاد. المهم البنت دي كل لما تيجي فرصة تنزل تلعب، رغم ان هي يعني جدها كان العمدة وخالها ولا عمها شيخ البلد، لكن تدور على كل فرصة انها تنزل تلعب بكل طريقة، ويتخانقوا معاها، وكل لما يتخانقوا معاها كل لما تصر اكتر واكتر. المهم البنت الجميلة دي في المدرسة كان اخوها بيلعب كورة، بس طبعا المدارس بتاعتنا والنوادي بتاعتنا ما كانتش بتلعب البنات، فكانت تعمل ايه بقى؟ تروح مع اخوها نادي شرق حلوان، بيدفعوا اشتراك لاخوها بس، لكن هي تروح تتفرج كده. هي بقى كانت بتروح ترمي ودن وعين ووش وقفة وكل حاجة مع المدرب تتفرج عليه وهو بيدرب الولاد، واول ما تلاقي كورة يمين ولا شمال تقعد حوالين الملعب كده تلعب بيها. لفتت نظر المدرب نفسه ففوجئت ان هو بيقول لها تعالي انضمي للفريق من غير مقابل، لانه رغم ان هم ظروفهم الماديه يعني معقوله، لكن الاسره كانت بتدفع اشتراك اخوها بس لان هم مش مقتنعين ان هي ايه هتلعب كوره. فجي المدرب قال لها تعالي انضمي للفريق، انطلقت في اللعب وبانت المهارات بتاعتها وتفوقت، وبقت كمان بتطلبها فرق الدرجة التانية من الرجال عشان تلعب لصالح. لما كانوا يدخلوا منافسات كانوا يستغربوا جدا على قد ايه البنت دي شاطرة، ولعبت في اول فريق نسائي لكرة القدم، وشاركت في اول دوري للسيدات، وحصلت على اول بطولة دوري ممتاز مع الفريق سنة 2003. يعني بنتكلم على مدة من 17 سنة. كانت دايما تقول ان رغم المكاسب اللي كانت بتعملها بس بتلاقي اهل اصحابها يقولوا لهم ايه لا يعني ما تعملوش زيها دي لعبة رجالة. وكانت طول الوقت بتتمرن لدرجة انها بتلفت نظر المدربين وفعلا بيقفوا ورا منها، وبقوا مشجعين الاندية التانية مستغربين جدا. لكن بعض الناس طبعا وكالمعتاد والاستظراف اللي كلنا عارفينه ان يقولك ايه هي بتلعب كرة ليه، هي المفروض ان مكانها المطبخ. انا بكلمكم على مين بقى؟ واحدة بقت مدرب مصري معتمد من اتحاد الكرة الانجليزي. تخيلوا اول مدربة واول لاعبة كرة مصرية بقت مدربة لفريق من اللاعبين الرجالة، واخدت تدريبات في انجلترا وهولندا واسبانيا، حققت بطولات كتيرة جدا مع اندية للرجالة وكمان اندية للستات في الكرة النسائية. مين دي؟ مين الست الجميلة أو البنت الجميلة دي؟ دي اللي اسمها فايزة حيدر، أعتقد الاسم ده عدى عليكم. اسمها فايزة حيدر ولقبها بنت مصر. بنت عادية زي كل بنت مصرية مكافحة، وكان عندها حلم وموهبة حاربت الدنيا كلها عليها. وزي ما احنا طول الوقت بنلاقي ناس ممكن تبقى مستغربة أي حاجة جديدة لأنها جديدة. بالمناسبة في مقولة شهيرة تقول إيه؟ الإنسان عدو ما يجهل. فطبعا أي حاجة جديدة ما بنبقاش عارفينها بنبقى مخضوضين منها، وطول الوقت بنلاقي ناس تكسر مقادفنا، بس طول الوقت نلاقي ناس بتقف ورانا زي المدربين الرجالة اللي وقفوا ورا هذه البطلة العظيمة. الرياضة ملهاش جنس، الرياضة فيها موهبة وفيها دافع وفيها اللي بنسميه ايه يعني اكلان الدماغ، حاجة كده يبقى فيها حالة من الحب الفظيع يدفع ولادنا وبناتنا لألعاب. عشان كده مهم قوي اننا نبص على قصة فايزة نتعلم منها ان الولاد والبنات عايزينه نقف وراهم، لانه ممكن يبقوا ابطال ومدربين معترف بيهم من الدوري الإنجليزي. صح الكلام؟ أشوفكم بعد الفاصل.